صينية الفريخ هحتاج فرخة بعدد أفراد أسرتنا، ملح وفلفل أسود، خل أبيض، جوزة الطيب، ليمون، بهارات، سبع بهارات أو بهارات فراخ أو بهارات لحمة ما بيفرقش معايا، كاري، بطاطس دواير ماشي، وبصل كمان، وبصل مفروم وبصل مدور يعني شرايح وكمان مفروم. أوكي أوكي، فيها أي حاجة سهلة جدا. هعمل إيه؟ هجيب الفرخة بتاعتي الحلوة اهي، واجيب البولة بتاعتي اهي، الفرخة احطها هنا. قبل اي حاجة هجيب السكينة، سكينتي اهي، واروح عاملاها كده شرايح بس ايه كده علشان التتبيلة تدخل فيها وتكون خطيرة اهي. ماشي، بس وبعدين بقى زي ما قلت لكم بتبلها بابسط حاجه، بابسط حاجه ملح ماشي، فلفل اسود اهي، ملح فلفل اسود. نيجي بقى للتوابل التانيه بتاعتنا اهي، نجيبها هنا، جوزة الطيب اهي، جوزة الطيب كمان، كله على السريع يا حلاوة الخلطة دي بقى، بصل مفروم ماشي. يا حلاوة الخلطة دي لما تتعمل كده وتتساب يا جماعة في التلاجة ساعتين تلاتة، اتفرجوا على الحلاوة ماشي. وادي البهارات، بحط ايه بقى، الخل كمان، نعم خلاص. وادعك بقى الفراخ دي كلها في بعضها، الله على الريحه. انا حاطه حاجات بسيطه بس مش عايزه اقول لكم ريحتها تحفه ازاي، حلوه جدا. البهارات، البهارات تاني، جوزة الطيب، بهارات لحمه او بهارات فراخ او سبع بهارات، وكمان كاري، كاري بيبقى تحفه في الوصفه دي، وملح وفلفل اسود وليمون وخل، بس كده. شفتوا ابسط حاجه؟ الريحه رهيبه، الريحه تحفه، مش عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي ازاي. طيب اروح اجيب صينيتي اهي، الصينيه بتاعتي، وارصص البطاطس بتاعتي بالبصل. بقول لكم ابسط حاجه اهي، ادي البطاطس بتاعتي مقطعاها شرايح، لا رفيعه ولا تخينه، علشان تستوي وتاخد بقى من طعم الفراخ كده وتكون تحفه اهي. وبعدين بصل شرايح كمان، حاجه يعني مش هتاخد في ايديكي وقت خالص جنب المحشي، طبعا كفايه المحشي. وطبعا هو زي ما انتوا عارفين المحشي خلاص يعني بالطريقه دي هو مش غلبه، ولكن الناس اللي بتعتبره غلبه فاحنا هنعمل جنبه طبق بسيط كمان جدا اهي، ورصص الفراخ الحلوة بتاعتي بس كده. فيه ابسط من كده؟ فيه احلى من كده؟ لا والله تحفة. وطبعا الخلطة دي ما سيبهاش انزل بيها، ريحة الكاري مع التوابل، جوزة الطيب، البهارات، الفراخ، بهارات لحمة، سبع بهارات اللي انتوا عايزينها، البهارات اللي موجودة عندكم حطوها، الكاري، ملح، فلفل اسود، خل، ليمون، وبس على كده. هروح مدخلاها الفرن ماشي، هدخلها الفرن خلاص كده. هسيبها قد ايه؟ طبعا على درجة حرارة 180، في الرف اللي في النص 180، على درجة حرارة 180 هسيبها بتاع ساعة، ساعة وربع، ابص عليها. ممكن لو احتاجت شوية مية احط لها، عارفين بق بق هي دي كده، بق بق، ما احتاجتش خلاص هي تمام عندي وفلة تمام. هدخلها الفرن يا جماعة اهي، الله الله. طيب مش عايزه اقول لكم ريحتها، عارفين ريحه الفرن الطين، الفرن اللي هو بتاع بيوت زمان، عارفينها؟ عارفين ريحه الاكل بتاع الكانون؟ هو انا حاسه النهارده الاكل بتاع النهارده المحشي بتاع الكانون
وكمان الفراخ بتاعة الفرن الطين البسيط ده اللي كنا كلنا لما بنسافر عند أهلينا زمان، يعني كان احلى احلى فراخ تطلع من الفرن اللي مبني من الطين ده، بس طبعا مبقاش فيه افران بالطين ولا اي حاجه، وكله يعني حاجه بالكهرباء وبالغاز.